تحت شعار التراث الحسني في خدمة تنمية البشرية انطلقت بجلميم أنشطة برنامج تأهيل وتثمين ودعم ومواكبة الموسيقى الحسانية بأقاليم الجهة الأربعة. هذا البرنامج الذي تنظمه المديرية الجهوية للثقافة بجهة جلميم ودنون على مدى 3 أيام يأتي تفعيلا لمقتضيات المكون الثقافي من عقد برنامج تمويل وإنجاز برامج التنمية المندمجة لجهة جلميم ودنون وخاصة محور تثمين الموسيقى الحسانية. هذا التثمين سبق أن مر من جهة الداخلة ومر من جهة العيون، والآن هذه جهة قلميم، وابتدأنا بإقليم قلميم خصوصا ثم نمر إلى بقية أقاليم الجهة. المقصود من هذا التثمين هو إعطاء المكان اللائقة للمجموعات الموسيقية الحسانية التي ستمر هذه الطريقة على شكل مباراة، سنعتمد منها فرقتين أو ثلاث، ثم نأخذ فرقة أو اثنتين من 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 آسا، وكذلك الشأن بالنسبة إلى طنطان، ثم بعد ذلك يكون هناك لقاء عام، مثلا لقاء أكبر. هذا النشاط يتخذ شكل مباراة بين المجموعات الموسيقية لكل إقليم من أقاليم الجهة، ويهدف إلى تشجيع الفنانين الشباب على تداول هذا اللون الموسيقي والإسهام في إشعاعه. جيت في هذه الورشة اللي معجب بها تماما، وعمل نعتبره عمل مهم إلى أقصى حد للهواة اللي يعزفوا على آلات موسيقى البيضان بطريقة البيضان، الطريقة اللي يعزفوا بها. بس هذه الآلات نحن نعتبر لأنها عندها آلة أصلا هي الآلة الأم، سلطان الآلات الموريتانية البيضان حيث كانوا، ينقال لها تيدينيت، وهي آلة موجودة عند مجتمع ينقالوا يقاون أصلا، ويقيو يتعلم يدرسها بطريقة أساسية أصلا، وهي نشأة الموسيقى البيضان نشأت بالتيدينيت. برنامج تأهيل الموسيقى الحسانية يتوزع على 3 مراحل بكل إقليم من أقاليم الجهة، تقدم فيه مجموعات الإقليم الحسانية أغانيها بنبذة مختصرة عن المجموعة ومشاركتها السابقة أمام لجنة مختصة. المباريات تنظم تباعا بالأقاليم في أماسي ثقافية، فيما يتم الإعلان عن موعد المباراة النهائية بعاصمة الجهة على أن تمنح الجائزة الكبرى ل3 مجموعات.